قضاء معطل في مناطق تعج بالفوضى الأمنية والجرائم السياسية والجنائية. من المستفيد من تعطيل السلطات القضائية في عدن والمناطق المحررة؟ وأين رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل من مطالب أعضاء السلطة القضائية المضربين عن العمل؟ أهلا بكم. نفذ مجموعة من المحامين في عدن وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي بالعاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بعودة عمل المحاكم والنيابات واستئناف عمل السلطة القضائية المتوقف في عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى. تشهد عدن إضرابا شاملا لأعضاء السلطة القضائية للمطالبة بحقوق مالية وإدارية، الأمر الذي شل الحركة القضائية في العاصمة المؤقتة رغم تراكم قضايا المواطنين والأهمية الرمزية السياسية لتفعيل القضاء. مفارقة غريبة بين صنعاء الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين الحوثيين والتي تصر سلطات الأمر الواقع فيها على إبقاء السلطة القضائية، وبين عدن العاصمة المؤقتة والمناطق الجنوبية المحررة التي غيب فيها القضاء وتعطلت المحاكم. فراغ يأمن فيه الجناة والمجرمون من العقاب، وتتصاعد معدلات الجريمة المنظمة، ويتزايد فيه أعداد الباحثين عن العدالة أمام أبواب القضاء الموصدة. في الوقت الذي تشهد فيه عدن ومناطق طوقها انفلاتا أمنيا وتزايدا في معدل الجريمة، توصد السلطة القضائية أبوابها في وجوه الضحايا الذين ازدحمت بهم الساحات والطرق وضاقت بهم الأرض ذرعا. بلا ذنب مختطفون في السجون يتعرضون للانتهاكات وأبشع الجرائم والتصفيات، وأجهزة أمنية تكاد تكون منحازة تكتفي بنفي حقيقة السجون الموجودة والتبرير لمرتكبي الجرائم. أهالي حائرون بحت أصواتهم ولم تلامس قلوب حراس العدالة في السلطة القضائية الذين انشغلوا عن الضحايا بالبحث عن استحقاقاتهم وبقيت الحقوق عالقة. وزير العدل علي هيثم الغريب التقى رئيس وأعضاء النقابة العامة للسلطة القضائية ووعد بتحسين الوضع المالي والوظيفي للعاملين بالديوان والمحاكم والنيابات، فيما نظم محامون وقفة أمام المجمع القضائي للتنديد باستمرار تعطيل عمل النيابات والمحاكم. من خلال إضراب شامل أعلنه القضاة، ثم لحقه إضراب أعلنه موظفو وإداريو المحاكم، مما أدى إلى إضافة أزمة جديدة في البلد وزيادة في معاناة المواطنين. وأداء ذلك تداعينا نحن المحامون والحقوقيون في عدن لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية على تعطيل أعمال القضاء وامتناع القضاة عن أداء واجباتهم الشرعية والقانونية بحجة عدم استجابة مجلس القضاء الأعلى لمطالبهم الإدارية والمالية المشروعة. يقف المحامون إلى جانب القضاة لكنهم يعارضون تعطيل القضاء، تعطيل في ظل فوضى أمنية وارتفاع لمعدل الجريمة وقضايا عالقة متراكمة تتحول الحياة بموجبها إلى أشبه بحياة غاب يأكل القوي الضعيف، ويأمن فيها الجناة من الحساب والعقاب وتتلاشى حقوق الضحايا. بعيدا عن مطالب القضاة التي ترفعها النقابة والتي تجاوب معها وزير العدل، يظهر خطاب من نوع آخر، خطاب أقرب إلى السياسي يحمله كيان يسمى نادي القضاة الجنوبي، خطاب يرى مراقبون أن تصاعده قد يفقد السلطة القضائية قيمتها ويغيب العدالة ويزج بها في المماحكات السياسية والاستقطابات المناطقية والخارجية. توقف للسلطة القضائية في عاصمة الشرعية والمناطق المحررة في حين تواصل السلطة القضائية أعمالها وتنفذ أحكامها في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مفارقة غريبة تثير العديد من الأسئلة حول من المستفيد من تعطيل القضاء وتغييب العدالة في المناطق المحررة. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الإصطناعية المسؤول الإعلامي لوزارة العدل فواز العويضاني من عدن، وسينضم معه آخرنا خلال هذه الحلقة. مساء الخير أستاذ فواز. نعم، مساء النور أختي العزيزة، ومساء الخير على جميع المشاهدين. أهلا بك أستاذ فواز. وبداية، مجموعة من المحامين نفذوا وقفة احتجاجية أمام المجمع القضائي بعدن احتجاجا على تعطل القضاء في عدن وأيضا المحافظات الجنوبية.
بداية دعنا نفهم لما تم تعطيل القضاء أو لما القضاة مضربون؟ نعم أختي الكريمة، منذ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا منذ ما يقارب أكثر من شهرين المحاكم في عدن والنيابات مغلقة، وذلك نتيجة لدعوات من مجموعة من القضاة ينضون تحت مسمى النادي أو نادي القضاة الجنوبي، قاموا على إثر مطالبات مالية وتسويات إدارية وتسويات مالية على الإعلان أو الدعوات إلى كافة القضاة في جميع المناطق المحررة وليس عدن على الإضراب الشامل، والنيابات أيضا على الإضراب الشامل وإيقاف العمل وإغلاق المحاكم في يعني حادثة يعني نقول غريبة من نوع أو جديدة من نوعها. بالنسبة لمطالبهم هي مطالب في المجمل مشروعة، وحاليا يتم يعني وضع الحلول ووضع الاجتماعات واللقاءات لإيجاد الحلول إن شاء الله لهذه المشكلة، وإن شاء الله في القريب العاجل. نعم، يعني حين قلت حادثة يعني فريدة من نوعها، لم يتم من قبل أن يقوم القضاء بأي إضراب مشابه مثل هذا النوع؟ يعني لم يتم في أي مكان في العالم، يعني في نقول أنه في 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 اليمن إغلاق المحاكم لم يتم كإضراب، على اعتبار أنه وظيفة، على اعتبار أنه العمل القضائي هو رسالة وليس وظيفة أو نعم مهنة. هل تتفهم الحكومة مدى هذه الرسالة إذا؟ مدى أهمية هذه الرسالة وبالتالي تعني؟ نعم تولي الحكومة، أنا تولي الحكومة في بمطالب القضاء ومطالب أعضاء النيابة، وهي مطالب مشروعة مثل ما قال إخوان المحامين، هي مطالب مشروعة ونحن ندعمهم إن شاء الله، ولكن المسألة مسألة وقت. نعم، لكن ألا تجد أن يعني إيجاد حلول كشاملة وفقا لتعليمات وزير، عفوا أختي. نعم تفضل. ممكن أنكم ألبس تفضل. وفقا لتعليمات وزير العدل الأستاذ علي هيثم الغريب، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، هناك توجيهات بحل حالة هذه المشاكل وإيجاد حلول إن شاء الله قريبة، وفي الأيام القادمة سوف يسمع الجميع إن شاء الله أخبار جيدة في هذا الجانب. نعم، يعني اسمح لي، يعني المثل العامي والقائل عندنا يوم الحكومة بسنة، يعني تجدون أنكم تولون القضاء، الحكومة تجد أنها تولي القضاء أهمية ولهم مضربين تقريبا شهرين، يعني هذه الشهرين ألا تجدون أنها فترة طويلة جدا خاصة على قضايا الناس ومحاكمهم ويعني مطالبهم، وأيضا على الوضع السياسي أو الأهمية السياسية لوجود القضاء أن يظل بفاعلية ومستمر، أليس كذلك؟ نعم أختي الكريمة، بالنسبة لإضراب القضاء وفقا يعني مثل ما قلت يعني وفقا لمطالب مشروعة، معالي وزير العدل معالي الأستاذ علي هيثم الغريب تولى الوزارة منذ مطلع العام الحالي تقريبا، وهو يعني تولى الوزارة وهناك مشاكل وهناك بعض الإشكاليات، وهو الآن في حالة استنفار هو مجموعة كبيرة من المستشارين ومجموعة من الوكلاء، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى في حال اجتماعات دائمة ومستمرة لإيجاد حلول لهذه المسائل. طبعا قبل والشيء بالشيء يذكر، طبعا معالي الوزير السابق المغفور له بإذن الله القاضي جمال محمد عمر طيب الله ثراه، قام على انتشال المحاكم أو انتشال القضاء من انقاض الدمار من انقاض الحرب، وهو يعني في حالة لا شيء، كانت يعني وزارة العدل والقضاء كان لا شيء، ولكن اختاره الله إلى جواره في قبل حوالي شهرين أو 3 أشهر، وأتى بتكليف معالي وزير العدل علي هيثم الغريب ليكمل معه هذه مشواره أو لا. نعم، إذن هناك أخبار أن وزير العدل التقى بممثلي نادي القضاء واستمع لمطالبهم، هل تم التوصل إلى حل؟ يعني هل يمكن أن نسمع بخبر عودة القضاء وعودة المحاكم إلى عملها قريبا؟ بكل تأكيد هناك اجتماعات مستمرة بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس، وكان هناك اجتماعات على مدى الأسبوعين الفائتين، وهناك توجيهات مثل ما قلت من فخامة الرئيس على عبد الرب منصور هادي بحل حالة هذه الأمور
خلال الأيام القادمة إن شاء الله سوف يسمع الجميع أخبار جميلة وأخبار سارة بالنسبة لمواضيع المتعلقة والقضايا المتعلقة ومطالبات القضاة، وبالنسبة أيضا للإداريين إن شاء الله في الأيام القادمة القريبة. نعم، إذا اسمح لنا أستاذ فواز أن تنضم معنا المحامية والناشطة الحقوقية هدى السراري من عدن عبر الهاتف. مساء الخير أستاذة هدى. مساء النور ومساء الخير لكل المشاهدين عبر قناة بلقيس. أهلا وسهلا فيك أستاذة هدى، وبداية كيف تتابعون أنتم كمحامون استمرار إغلاق المحاكم والنيابات في عدن؟ صراحة للأسف تعطيل القضاء لم يتضرر منه الحكومة، وإنما تضرر منه المواطن البسيط بشكل مباشر. يدخل الإضراب القضائي شهره الثاني حاليا في وطوال إغلاق المحاكم والنيابات والعمل القضائي بشكل عام. تردد المواطن للمحاكم والسلطة القضائية للأسف ما زال هذا الإضراب قائم. حالة العبث بحالة المواطن وقضايا المواطن وخدمة المواطن، هذا ما يخز في أنفسنا في المناطق المحررة. بالتالي يجب أن تولي الحكومة اهتماما كبير لتعطيل القضاء، وأن تلزم السلطة القضائية بأن تباشر أعمالها خدمة للمواطن، لأنه للأسف العبث هذا اللي حاصل في الإضراب القضائي لا يمت بصلة لأي حقوق يطالب بها القضاة. بالإمكان أن يطالب بحقوقهم، لكن ليس بشكل بقطع أو بتعطيل العمل القضائي بشكل، يعني أنت تجدين أنهم يعني لم يقوموا بخطوة جيدة في توقيف أو تعطيل المحاكم حتى وإن كانوا يطالبوا بحقوقهم؟ أكيد المطالبة بالحقوق ليس بتعطيل الخدمات للمواطن. لكن أستاذة هدى اسمحي لي، يعني تم تعطيل المحاكم ولم يتم الاستماع لمطالبهم الآن داخلين في الشهر الثاني، يعني ما بالك إن لم يعني لم يتم تعطيل المحاكم، هل كان سيستمع لهذه المطالب أو الحقوق؟ أحيانا يعني مع احترامي لحكومتنا تضطر وهل عزيزتي تعطيل القضاء هل سوف يجلب الحقوق للقضاة؟ على العكس الآن تم الاستماع لمطالبهم وربما يتم التباحث لأجلها كما وعد وزير العدل وكما تحدث معنا فواز العويضاني وهو المسؤول الإعلامي لوزارة العدل. هناك مجلس للقضاء الأعلى، هناك مجلس للقضاء الأعلى هو المعني بالمطالبة القضاة والسلطة القضائية الدولة وأمام الحكومة. ايضا هناك حلول اخرى غير الاضراب الشامل والدائم بشكل يعني مباشر. قد يعني يكون الاضراب جزئي، قد يكون لمده اسبوع، قد تضرب مثلا محاكم معينه بينما تسير عملها محاكم اخرى، ولكن ليست هكذا يتوقف العمل برمته. ما دخل المواطن البسيط لانه يجي عشان يشتي عامل لقضيه معينه او مثلا يرفع شكوى معينه والقضاء متوقف والنيابه متوقفه. الان القضاء مش بعدن فقط متوقف، بكل المناطق المحرره تسامعت محافظه لحج وابين وحضرموت وتعز، وبالتالي كل السلطه القضائيه متوقفه في كل المحافظات المحرره، ولماذا بالمحافظات المحرره؟ نعم، اذا اسمحي لي استاذه هدى، يعني اجراء قد يكون فعلا المواطن هو المتضرر، وهو دائما للاسف الشديد المتضرر من كثير من الخطوات المجحفه بحق اي طرف، لكن يعني في نهايه الامر هل تجدي، يعني انت لا تجدي في هذا الايقاف اي يعني احقيه، او كان يفترض ان يقوموا بخطوات اخرى، ولكن الا تجدي انه يعني يفترض ان تكون الحكومه هي المقدر الاول لهذا الضرر الذي سيصيب المواطن، وبالتالي سرعة التفاعل مع مطالب القضاء؟ أين هم منذ شهر؟ الآن تقولي يدخلون في الشهر الثاني وبدأت الاجتماعات الآن مؤخرا، يعني لما لا يتم مجرد أن أهدد أو ألوح بالإضراب أن يتم حل إشكالياتي، خاصة أن القضاء تعرفي أهميته بغض النظر عن أهميته الكبرى لهذا المواطن البسيط، هناك أهمية أخرى وهي الأهمية السياسية لوجود هيئة القضاء وتسيير شؤون البلد ويعني أمام العالم كمناطق محررة.
اتفق معك ان هناك مطالب وحقوق لاعضاء السلطه القضائيه والقضاة والموظفين الاداريين يجب ان تولي الحكومه اهتمام لها ويجب ان تلبيها، خاصه في ظل الظروف الصعبه والظروف الاقتصاديه السياسيه التي تمر بها اليمن، ولكن يجب ان تكون هذه اجراءات الاضراب بشكل ممنهج وبشكل مدروس، وليس اضراب شامل وكلي بمعنى انه لا يصيب الضرر للمواطن. فالمفترض نحن نطالب الحكومه من موقعنا هذا وعبر شاشتكم ان تولي الحكومه اليمنيه اهتمام بالغ بالسلطه القضائيه، لان هي وجه العداله في المناطق المحرره وهي بوابه العداله ايضا، ويجب ان تكون هناك المطالب ايضا بشكل منطقي وبشكل يعني ممنهج وليست بشكل مبالغ فيه ومتزايد. ايضا نحن العمل القضائي في محافظه عدن والمناطق المحرره لن يبدا الا خلال سنه. ايضا لم تولي الحكومه اهتمام كبير بالمناطق التي تضررت فيها المباني الحكوميه للسلطه القضائيه وايضا للعاملين الذين جاءوا من المناطق التي سيطر عليها جماعه الحوثيين الى المناطق المحرره. هناك مطالب فعلا حقيقيه وضروريه يجب ان تولي الحكومه اهتمامها بهذه المطالب، ولكن اقول انه ليس بالاضراب الشامل والكامل ان الحقوق تاتي هكذا. يجب ان تكون بشكل مدروس، وهناك سلطه قضائيه وهناك نقابتين للسلطه القضائيه تطالب ايضا بحقوق القضاة والسلطه القضائيين والموظفين الاداريين، فبالتالي ما المانع ان يكون الاضراب بسيط؟ ما المانع ان يكون الاضراب بشكل مدروس بحيث لا يكون الضرر بشكل مباشر على المواطن البسيط؟ فهمت قصدي؟ نعم، إذن وضحت الصورة، وسنضع كل هذه الرؤى والأفكار أيضا لإحدى القضاة التي ستكون معنا خلال هذه الحلقة. شكرا جزيلا لك هدى السراري المحامية والناشطة الحقوقية، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ فواز. أستاذ فواز، يعني هل يعني لما لم تستطع وزارة العدل حل هذه الإشكالات التي تعيق تفعيل أجهزة القضاء، يعني منذ أن تم إنشاء أو عودة المحاكم بالتأكيد أنها تراكمت الكثير من الإشكالات، هل وزارة العدل يعني غير مدعومة مثلا، غير هذه المشاكل أكبر من أن تستطيع أن تحلها؟ طبعا كنا نعمل يعني ألا تؤول المشكلة أو يعني إلى هذا المنوال، يعني ونتحمل المواطن كل هذا العبء أو الكم الهائل من العبء فوق ما هو متحمل، يعني في بسبب الحرب بسبب المشاكل الأخرى، ولكن كنا نعمل من القضاء أيضا ألا يكون الإضراب شامل بهذا الشكل، ولكن بالرغم ذلك سوف ستكون هناك حلول قريبة إن شاء الله. بالنسبة للمشاكل التي تقولين عنها، المشاكل يعني متواجدة، يعني هناك معوقات يعني وصعوبات تمر بها وزارة العدل. يعني أعطي لك مثال بسيط على هذا ذلك. ميزانية وزارة العدل منذ 2014 أو إلى ميزانية 2018 هي بنفس الرقم أو بنفس الميزانية بالريال اليمني، في ظل هذه التصاعد الكبير في العملات يعني كما هو ملحوظ، وما يحصل على المواطن ويحصل على الدولة أيضا في ممارسة العملية. لذلك هناك صعوبات بالذات في المسائل المالية تعوق الوزارة، ولا سيما الآن في حالة حرب. نعم، يجب أن يكون هناك تكاتف وصدق نوايا حتى نتجاوز هذه المشكلات والأزمات من الجميع، ليس من جانب الدولة فقط ولكن من الجوانب الأخرى، من القوى السياسية، من النقابات وإلى آخر. يجب أن يكون هناك يكون هناك تقدير في هذا الجانب من جميع الأطراف. نعم، إذن يعني لما لا تكون أستاذ فواز المحاكم والنيابات التي يحتاج خدماتها الشعب بعيدة عن المشاكل الإدارية والمالية التي قد تمر بها الحكومة أو وزارة العدل؟ يعني أنا على يعني أعي تماما الإشكاليات التي تمر بها الوزارة، وهي فعلا إشكاليات حقيقية، أن تكون الميزانية هي نفسها منذ 2014 مع تغير فارق سعر الصرف، مع تدهور الريال اليمني وارتفاع الأسعار. هذه مشكلة فعلا كان يفترض أن يتم علاجها من قبل رئاسة الوزراء وأيضا رئيس الجمهورية. نعم
نعم، مسألة المشاكل المالية ليست فقط في وزارة العدل، هناك مشاكل في كافة المرافق الحكومية، وذلك نتيجة للحرب التي تمر بها البلد. هناك حرب لا زالت قائمة، يجب ألا ننسى ذلك، أن هناك حرب لا زالت قائمة في الجبهات، وهناك يعني أولادنا في الجبهات يحاولون أن يحمون هذه الدولة من الانقلاب ومن الانفلات، وهناك أيضا يعني محاولات حثيثة من قبل الدولة، من قبل الحكومة لإيجاد دولة، وهناك أيضا معوقات أخرى. ولكن مع ذلك يعني من قبل قوة سياسية وقوة خارجية، نحن بدون ذكر أسماء، ولكن هناك محاولات لإيجاد دولة، نحن نسعى إلى ذلك، ولكن بصدق النوايا مثل ما قلت، بالتعاون وتكاتف الجميع، ويعني نسيان كافة المشاكل والخلافات، سوف نتجاوز هذه المشكلة أو هذه الأزمات. وزارة العدل كأي وزارة تمر بها مشاكل مالية، وهي جزء من السلطة القضائية أيضا، ويجب أن يكون هناك تنسيق فيما بين الجميع، وهناك بالفعل تنسيق، وهناك حل يعني إيجاد يعني لقاءات واجتماعات حاليا لإيجاد حلول لهذه الأزمة، وبالذات مطالب القضاء. نعم، إذن نعرف جميعا أستاذ فواز أن عدن مرت بوضع أمني سيء، وحدثت عشرات أو مئات الاغتيالات والجرائم المتنوعة، كيف يمكن للقضاء وسلطات الضبط القضائي أيضا أن يكون لها دور في تصحيح هذه الاختلالات الأمنية؟ الآن يعني نشعر أن ساحة الجريمة في مأمن، أن المجرمين يشعرون أيضا أنهم في مأمن بتعطل القضاء والنيابة، يعني شيء هذه مشكلة حقيقية. نعم نعم، بقول تأكيد يعني غياب المحاكم والنيابات ويؤدي إلى بشكل طبيعي وآلي لارتفاع مستوى الجريمة في البلد. ولتجاوز هذه المشكلة يعني كوزارة عدل نحن نمد أيدينا إلى كل الجهات المعنية أمنيا ومجتمعيا، منظمات مجتمع مدني، قوى سياسية، نقابات، أحزاب، نحن في وزارة العدل نمد أيدينا لنتكاتف لنتعاون لتجاوز هذه الأزمة، ويعني قيادة البلد إلى بر الأمان. لن تستطيع يد واحدة أن تصفق، هذا مثل ما يعني ردنا على مثل الشعبي، يقول مثل الشعبي أيضا آخر، أنه اليد الواحدة لا تصفق. نحن نريد أن يكون هناك تعاون من الجميع، إذا كانت هناك يد تعمل ويد تخرب فلا فائدة من ذلك العمل. صحيح، ولذلك يجب أن نتكاتف فيما بعضنا البعض حتى نتجاوز هذه المشكلات والأزمات، إن شاء الله سوف نتجاوزها في القريب العاجل. إذا دكتور معين عبد الملك، له تقريبا 4 أشهر أو أكثر كرئيس للوزراء في عدن، هل يمكن أن نقول أن له بصمة إيجابية في تعزيز حضور السلطات القضائية في العاصمة؟ يعني يتعطل القضاء لأكثر، يدخل في شهره الثاني، ما الذي يمكن عمله، خاصة وأن هذا الجانب ربما في جانب الجهة الأمنية التي يفترض أن يوليها اهتمام كبير؟ طبعا المشكلات القائمة الآن في السلطة القضائية، رئيس الجمهورية بشخصه هو يولي اهتمام كبير في هذا الجانب، وليس رئيس الوزراء فقط. رئيس الوزراء جميعنا يعني هناك توافق سياسي عليه، وهذا يعتبر في حد ذاته إنجاز، لأنه حد يعني خفف من الحد التوتر الذي كان حاصل في المناطق الجنوبية. ولا ننسى أيضا بصمات رئيس الوزراء في بداية يعني تولي مهامه، أنه قام على انخفاض سعر العملات مقابل الريال، وهذا كان بصمات يعني وبصمة كانت كبيرة جدا، والجميع شاهد على ذلك. بالنسبة للكهرباء أيضا، هناك تحسن ملحوظ في الكهرباء في عدن، وهذا يعني يعتبر من الإنجازات التي تقوم بها الحكومة إن شاء الله. هناك إنجازات أخرى في الجانب القضائي عما قريب. نعم، إذن شكرا جزيلا لك فواز العويضاني، المسؤول الإعلامي لوزارة العدل، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. وتنضم معنا الآن عبر الهاتف القاضي الدكتورة رواء مجاهد، القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن من عدن. دكتورة رواء، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك دكتورة رواء، وبداية أود أن أسألك، ما هي أسباب شلل الحركة القضائية في العاصمة عدن؟ الجميع يتفق أن لديكم مطالب وهي مشروعة، هل استمعنا إليها؟ نعم، مما لا شك فيه أن لمنتسبي السلطة القضائية مطالب حقوقية عادلة، فقد حرموا لسنوات طويلة من حقهم في الترقيات والتسويات، وحقهم في التطبيب وبدل الغلاء المعيشة، إلا أنه اتخذ من هذه المطالب الحقة
لتكون سلاح سياسي تضرب به مؤسسة الدولة عن طريق تعطيل مؤسسة القضاء. للقضاء أن الحق الكامل في أنهم يحصلوا على حقوقهم الأصيلة في الترقيات والتسويات وبدل غلاء المعيشة والتطبيب، ولكن يجب أن لا يكون ذلك عن طريق تغييب العدالة. لهم الحق في أنهم يقتضوا هذا الحق برفع دعوة، وباعتبار أن القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا وإداريا، فبالتالي سيتم اقتضاء حقهم بكل وسيلة قانونية عن طريق القانون وبالقانون. نعم، يعني أفهم من كلامك دكتورة أنك لست مع هذا الإضراب؟ نعم، فنادي قضاة اليمن لم يدعو للإضراب. نعم، إذا يعني هناك من يتساءل لما لا يتم الضغط على الحكومة بشكل آخر غير إغلاق المحاكم كالإضراب الجزئي أو اتخاذ أي شكل مدني آخر، خاصة لذلك يعني من خطورة على الوضع الأمني وله أثار سلبية أيضا على المواطن مباشرة. أتفق معك تماما في هذا الطرح، لكن مع الأسف الشديد هذا الواقع الحالي، أنه تم الدعوة للإضراب وعطلت العدالة، ولكن ما تطرحيه من طرحه هذا قول موفق، يعني ما حدش يقدر يقول بخلافه. نعم، يعني الجميع الآن بعد اتخاذ قرار الإضراب لا يستطيع أن يمارس مهامه، أليس كذلك؟ نعم، وحتى لو كان هناك من ينادون بعكس ذلك. نعم، لما إذن هذه الأصوات التي تنادي بعكس ذلك ألا تشكل فرق أو ألا تشكل ضغط على البقية أن نعود إلى أعمالنا، ويمكن أن يعني ننقص مثلا ساعات الدوام، أن يتم الإضراب الجزئي، أن نعلن أسبوع من الشهر وما إلى ذلك من الخطوات التي يمكن القيام بها؟ ألا تستطيعون التأثير أنتم الرافضون لمسألة الإضراب؟ أؤكد لك بأن بعد انتهاء هذه المداخلة ستمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بالشتم والتخوين وإلقاء التهم الجاهزة والقول بأن نادي قضاة اليمن هو كيان تابع للحوثيين، فقد يعني مللنا من هذه التهم التي تلقى علينا لمجرد نعم مسألة التعليب الجاهز وإلقاء التهم، يعني مسألة يفترض أن يتم التجاوز عنها، خصوصا في القضاء الذين يعدون أعلى سلطة والذين يعدون هم الرأس المتوازن في البلد كما يفترض. نحن الآن لا نقلل من أهمية المطالب ولا نقلل من ضرورة توفير وتحقيق هذه المطالب، ولكن نتساءل يعني ألا توجد طرق أخرى للضغط؟ وأنت تتفقين أيضا مع زملائك في مسألة أن لديهم حقوق يفترض أن يلتفت إليها، ولكن ربما تختلفين في وجهة النظر، وهذا أمر يعني لا يدعو للخيانة مطلقا أو للتخوين. نعم، أنا على يقين أن هناك الكثير من القضاة ذوي الضمائر الحية والذين يؤلمهم توقف القضاء طيلة هذه الفترة، ولكن مثل ما قلت لك أنه متى ما ظهرت أي أصوات تنادي بعكس ذلك تلقى التهم على طول عليها. نعم، إذا ابقي معنا قليلا دكتورة رواء. ينضم معنا عبر الأقمار الصناعي أيضا الأستاذ المحامي نزار سرارو من عدن. مساء الخير أستاذ نزار. مساء النور. أهلا بك أستاذ نزار، وكيف تتابعون كمحامين مسألة إغلاق المحاكم والنيابات في عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمطالب القضاء، نحن نعتبر أن مطالب القضاء بشكل عام سواء كانوا جنوبيين أو كانوا يعني نادي القضاء اليمني أو نادي القضاء الجنوبيين، نعتبر أن المطالب مشروعة في كلا الحالات. لكن المتضرر نحن كفئة من الناس المحامين متضررين من هذا الإضراب بشكل كبير جدا جدا، لكن هناك شريحة أخرى متضررة وهي المواطن، يعني وبالذات دعاوى الأحوال الشخصية. كم من نفقات توقفت، كم من يعني أموال دراسة، نفقات معينة، مدارس، كلها توقفت بشكل تام، وهذا سبب ضرر كبير كبير على المواطن وعلى المجتمع بشكل عام، ناهيك عن غياب الردع في القضايا والجرائم.
أصبح عدن أصبحت بلا قضاء، فمن أمن العقوبة أساء الأدب. لكن نحن كشريحة محامين الذين في بشكل مباشر يعني محتكين بالقضاء، تضررنا تضرر شديد بسبب توقف أعمالنا بشكل تام. الآن القضاء يستلمون رواتبهم بشكل دوري، لكن نحن لا نستلم، نحن كجهة خاصة محامين لا نستلم رواتب، نحن نعمل فقط بالأجر، يعني بالأجر أتعاب المحاماة نأخذها بعد انتهاء القضايا، والآن لا. القضايا توقفت، فهناك شريحة كبيرة من المحامين أصبحوا بلا عمل، إن كانوا لا يعملون وظائف حكومية، ورغم أن القانون يعني ينص على أن لا يجوز للمحامي العمل كموظف حكومي، لكن الوضع الحالي سنموت جوع نحن إذا لم نعمل وظائف حكومية. نعم، إذن دكتورة روى، برأيك ألا تجدين أن الحكومة أيضا تأخرت في مسألة النظر لهذه المطالب؟ ألا يفترض أن يكون هناك سرعة في حل هذه الإشكالات لأيضا لإعادة الروح لهيئات القضاء وأيضا النيابة والمحاكم، حتى يعني هناك إشكالية حقيقية تظهر الآن، وهي أيضا شريحة المحامين والذين يجدون أنفسهم ضائعون دون بإغلاق هذه المحاكم. يعني أضف إلى ذلك أن الضرر يصل مباشرة إلى المواطن، يعني القضاء يضرب، من سيتضرر؟ الحكومة لن تتضرر وإنما المواطن. يفترض بالحكومة أن تلتفت هي أكثر لهذا المواطن، أليس كذلك؟ أختي الفاضلة، القضاء سلطة مستقلة، وبالتالي المسؤولية الأولى تقع على مجلس القضاء الأعلى. نعم. وهم المنوط بهم أولا وأخيرا تحقيق المطالب القضائية والدفاع عنها والدود عن المصالح العامة والمواطنين المتضررين. لكن مع الأسف الشديد أن مجلس القضاء الأعلى هو أول المعطلين لحق القضاء في إطلاع حقوقهم. نعم، من هي السلطة الأعلى من مجلس القضاء؟ ألا يتبع وزارة العدل؟ وزارة العدل ما هي إلا هيئة قضائية فقط، لكن مجلس القضاء الأعلى يعني هي السلطة اللي المهيمنة على القضاء ككل، إنما وزارة العدل ما هي إلا هيئة قضائية. يعني نعم، إذن هذا الإضراب لمن موجه؟ يعني إذا كان النائب العام، إذا كانت الحكومة غير معنية ومجلس القضاء الأعلى هيئة مستقلة وهو من يدعو للإضراب، لمن هو موجه؟ لمن يعني ممن يتم المطالبة بهذا الشكل؟ من رئاسة الجمهورية؟ الأصل أن هذه الترقيات والتسويات تصدر بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ولكن الذي حدث الآن أن مجلس القضاء الأعلى رهن هذه الترقيات والتسويات بمصادقة رئيس الجمهورية. التف مجلس القضاء الأعلى مرة أخرى على مطالب القضاء، وقرر في اجتماعه الأخير أن يقتصر منح هذا الحق على المحافظات الجنوبية، وسيتم إدخال محافظة سعد كاستحياء على اعتبار أنها محافظة محررة. إذا وافق الرئيس هادي على أن تمنح الترقيات والتسويات للمحافظات الجنوبية فقط، فمعنى هذا أن الرئيس هادي يضرب شرعيته في مقتل. هذا انتهاك صريح للدستور وانتهاك صريح لاستقلال السلطة القضائية. ولكن نجد مجلس القضاء الأعلى يخالف كل الثوابت القانونية والدستورية الثابتة لأسباب لا أعلم ما يعني إيش يخليهم يعملوا كده. إذا كان هناك من القضاء من انحرف عن الطريق القانوني ودخل في الأعمال السياسية، فهنا في يأتي دور هيئة التفتيش القضائي، فعليهم أن يحيلوه إلى مجلس المحاسبة ويتم حسب الترقية عنه وفقا لأحكام القانون، طالما وأن هذا القاضي قد شد عن صراط العدالة. ولكن مجلس القضاء الأعلى مع الأسف الشديد يقرر أن يمنح قضاة المحافظة الجنوبية فقط الترقيات، وكأن شرعية الرئيس هذه تقتصر على المحافظة الجنوبية فقط. نعم، يعني الموضوع ليس فقط مجرد ترقيات أو مطالب حقوقية، الموضوع أكبر من ذلك فعلا. وجهة نظري الآن أنني لا أحمل الحكومة هذا الوزر، أحمل مجلس القضاء الأعلى مسؤولية الإضراب في المحافظة الجنوبية. نعم، للأسف الشديد حاولنا التواصل مع مجلس القضاء الأعلى، لكن للأسف الشديد كالعادة لا يتم التجاوب في مثل هذه القضايا. شكرا جزيلا لك دكتورة روى مجاهد، القائم بأعمال رئيس نادي قضاة اليمن، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ نزار. أستاذ
نزار، يعني المسألة تبدو ليست فقط مسألة حقوق ومسألة ترقيات ومسألة رفع الراتب بما يتماشى مع وضع الأسعار، هناك أيضا مسائل خفية تدار من وراء الكواليس، مسألة الجنوب وتعز والشمال وما إلى ذلك. هل يعقل أن يترك الرئيس هذه المسألة يعني بهذا الشكل دون أن يعني يلتفت لهموم المواطن، دون أن يلتفت لهذه الإشكال الحقيقي الذي قد تضرب شرعيته في مقتل كما قالت الدكتورة رواء؟ دعيني فقط أول مرة أخذ من حديث الدكتورة رواء بما ذكرته عن هيئة التفتيش القضائي. هيئة التفتيش القضائي للأسف الشديد يعني عاجزة تماما أو عجزت نفسها أو تعمدت أنها تعجز، بدليل أنني شخصيا يعني قد قدمت أكثر من شكوى للتفتيش القضائي، لكن للأسف يتم التعامل بشكل بارد جدا جدا جدا، وكان الأمر أصبح شيء عادي، وقدمنا شكاوى ضد قضاء لكن لم يتم التحرك من قبل التفتيش القضائي. وبالتالي الهيئة الوحيدة القانونية التي تستطيع محاسبة القضاء هي في سبات عميق. فأولى أولويات وزير العدل ونقولها من هنا هو تغيير أو مجلس القضاء الأعلى تغيير هيئة التفتيش القضائي لقضاء جادين قادرين أن يبنوا البلاد عن طريق الرقابة على القضاء. بالنسبة لرئيس الجمهورية بإصدار قرار مثل هذا بإعطاء الترقيات والتسويات والمطالبات المالية بشتى صورها للقضاة الجنوبيين، فأنا أعتقد أن هذا الأمر مستحيل مستحيل بسبب أن يتهم الرئيس بالعنصرية. فإذا إذا إذا افترضنا جدلا أن الرئيس وافق، سؤال بسيط جدا، السلطة القضائية أصدرت قانون قبل الحرب، قانون الرسوم القضائية، رفع الرسوم يعني بشكل بسيط أن رسوم الوكالات كانت 63 ريال فرفعها إلى 500 ريال، يعني 400-500 ضعف، وقس على ذلك كل الدعاوى من 1.5% من قيمة الدعاوى. يعني السلطة القضائية تدخل مبالغ مالية شهرية تستطيع أن تجابه رواتبها، أي الأعباء المالية، إضافة إلى أن الدولة تتدخل بإضافات مالية في حالة تقصير السلطة القضائية أو ما نقولش تقصير، بحالة عجز السلطة القضائية عن تغطية مرتباتها. فحاليا الآن السلطة القضائية أكثر من شهرين معطلة، أصبحوا القضاء عبء شديد جدا على الدولة من حيث مرتباتهم العالية جدا بمقارنة مع الموظفين في القطاع، موظفين المدنيين العاديين، وهذا حقهم كون القاضي يجب أن يشعر بالراحة عند إصدار الأحكام. لكن أين هي الأحكام التي تصدر بالحق؟ فقاضيان في النار وقاضي في الجنة، وهنا في اليمن حدث ولا حرج إلا من رحم ربي من القضاة النزيهين. كنت قد اقترحت قبل الإضراب للأسف الشديد بشهر أو شهرين، الآن المسألة مركبة، اقترحنا على الإداريين إداريين السلطة القضائية أن أرفع لهم شخصيا دعوة قضائية ضد وزارة العدل للمطالبة بحقوقهم وأصدار حكم قضائي لصالحهم. ومن هنا أنا أوجه التحية إلى القاضي خليل، واحد من أنزه قضاء المحاكم الإدارية في اليمن، فهذا القاضي قاضي نزيه جدا جدا جدا، ولا يخاف في الله لومة لائم، وبدليل أنه لا زال لله الحمد في موقعه بعد 5 حركات قضائية، لا زال في موقعه لله الحمد، هذا من حظنا نحن كمحامين. فأنا قد كنت عرضت عليهم رفع الدعاوى، لكن للأسف يعني حسيت بتجاهل شديد من قبل الموظفين المحاكم الإدارية. الآن القضاء من حقهم استخدام القانون في مطالبة بحقوقهم، لماذا لا يتقدمون ضد مجلس القضاء الأعلى بدعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية؟ لماذا لا يتخذون الإجراءات السليمة؟ القضاء يصدر أحكام ملزمة للدولة، قد يصدر حكم لصالحهم ويتم تنفيذه ويلزم الدولة بالتسويات والترقيات، لكن القضية تعود جذورها إلى عام 94، إلى حرب 94 عندما اجتاح الشمال الجنوب ورق القضاء في الشمال ولم يرق القضاء في الجنوب. الآن يحاول قضاة الجنوب عبر نادي القضاء الجنوبي، وهذا يعني أنا أعتقد أنه حق مشروع، لكن الوسيلة كانت خاطئة، أن يساوي نفسه مع الترقيات التي حصلت. نعم، يعني في نهاية الأمر للأسف الشديد كما قلنا وكررنا أن هناك مجموعة من المتضررين، فئة المحامين وفئة المواطن، وأيضا غياب العدالة يعني ساحة متروكة للجريمة دون رقيب. يعني ربما نعلم أن الوضع الأمني حساس للغاية في عدن وفي المناطق المحررة،
حين يتم إغلاق المحاكم والنيابات وهيئات القضاء، فبطبيعة الحال يعني سيسوء الوضع الأمني. برأيك ما هو التأثير المباشر على هذا الإضراب على المواطن؟ لله الحمد نحن في عدن، أنا أتكلم عن عدن كوني أعيش في عدن، نحن لله الحمد أبناء عدن سواء من المحافظة الأخرى أو أبناء عدن الأصليين يتحلون بالأخلاق الحميدة والصفات الجيدة، وبالتالي أعتقد أن الغالبية العظمى تسعى إلى عدم يعني التصرف بأي أمور خارجة عن القانون. هناك طبعا حوادث تحصل مثل قاتل، يعني فقد حصلت قبل أيام قاتل جثة مقطوعة وجدت وتم دفنها بسبب غياب النيابة للأسف الشديد يعني، وهذا العذر ما نقدر، فهذه الأمور تسبب مشاكل أخرى، لكن الوازع الديني والوازع الأخلاقي الموجود في عدن يمنع تفشي الجريمة ويحد من هذه الظواهر السلبية. نعم يعني المجتمع كما قلت في عدن نزار متكاتف. يعني لو هذا الأمر في دولة أخرى ربما لا شاعت الجريمة بصورة أكبر وبصورة ملحوظة، يعني نحمد الله على أن الوضع ما زال يعني ومع ذلك هو سيء، لا نقول أنه مستتب، ولكن مقارنة بغياب نيابة وغياب قضاء تام يعد الوضع لا بأس به. لكن ألا تجد أيضا أن الحكومة تتأخر كثيرا في حركتها؟ يعني القضاء أعلن يدخل الآن في شهره الثاني، وأعلن الإضراب منذ أكثر من شهر، ويتم الآن فقط اللقاءات بنادي القضاء مع وزير العدل ومحاولة حلحلة هذا الإضراب. أنتم تقومون بوقفات لأجل عودة المحاكم، ولكن يعني الوضع متأخر، يعني لا يفترض أنه على الأقل منذ أول أسبوع منذ أول يوم أن يتم التحرك حين يتوقف القضاء. يعني لما تمثله الهيئة يعني كوجود سياسي مهم بغض النظر عن الأهمية المترتبة على تضرر المواطن. كانت في هناك يعني فترة زمنية سبقت أتت بعد موت القاضي جمال محمد عمر رحمة الله عليه وزير العدل السابق، وتولي الأستاذ علي هيثم الغريب وزير العدل الحالي، فكان الوضع ما بين مباشرة عمله في عدن الفترة الزمنية هذه كانت تمنع التنسيق ما بين نادي القضاء ومجلس القضاء الأعلى والوزير وهذه الأمور. فأول ما جاء وزير العدل الجديد فتم الإضراب، لا نعرف ما السبب في التوقيت هذا، لكن هذه مطالب حقوقية في الأول والأخير، نحن نقول كمحامين أن هذه مطالب حقوقية من حقهم، لكن الوقت اللي أعلن فيه بالإضراب جاء بعد مباشرة بعد تولي وزير العدل الحالي. أمر آخر أن السبب الرئيسي في هذه الفوضى اللي حصلت وبالتالي الإضراب فيما بعد هو مجلس القضاء الأعلى نفسه. فمجلس القضاء الأعلى لو كان عنده الرغبة في حل هذه المشاكل كان حلها من أول يوم، من أول ما رفعت له الشكاوى ورفعت له المطالبات، فكان استدعى الأمور يعني استدعى. ما الذي يريده إذا القضاء الأعلى؟ ما الذي يريده؟ يعني هل يريد الوضع أن يبقى بهذا الشكل إذا كان لديه المقدرة على حل المشكلة؟ المقدرة على حل المشكلة أعتقد أنه لا يقدر على حل المشكلة، هو فقط يعني في الأول والأخير سيعد كشوفات. الآن الوضع الحالي في عدن أو في اليمن بشكل عام أن الدولة هي التي تدفع رواتب الموظفين. كان سابق قبل الحرب أن السلطة القضائية سلطة مستقلة، موازنتها يعني ترسل إلى حساب خاص لها ويتم الصرف عن طريق هذا الحساب، لكن حاليا الوضع اختلف، كل المرافق ذات الموازنات المستقلة يتم صرف مرتباتها من حساب الحكومة بدلا من أن يتم الصرف من إيراد المؤسسات هذه، ومن ضمنها السلطة القضائية. السلطة القضائية سلطة لها إيراد معين وأموال تدخل في حسابها وتغطي رواتبها، كانت الدولة تتحمل الجزء البسيط أو لا تتحمل شيء، لكن حاليا الدولة تتحمل كافة الرواتب إضافة إلى الرسوم القضائية التي تدفع للسلطة القضائية. الآن حاليا بعد شهرين لا يوجد رسوم قضائية ولا توجد إيرادات والدولة تتحمل، فلو توقف راتب القاضي في الشهر القادم فهذا أمر وارد. نعم قد يحدث ذلك. نعم إذا شكرا جزيلا لك المحامي نزار سرارو، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من عدن. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.